ابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوعنا النهاردة بنعمة ربنا عن الطهارة، حماية وسعادة وقوة. الطهارة حماية وسعادة وقوة. ما لقيتش أفضل من آيات أفكركم بيها جت في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى كنيسة كورنثوس، آية 12 من أصحاح 6: كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. يعني حتى لو الحاجة صح، مش صح انها تتسلط علي، بمعنى يعني زي ما مكسب كياني. وثالث قسم طريق الطهارة، ماشي؟ يبقى أول قسم النجاسة فشل إيه للكيان الإنساني، طهارة مكسب للكيان الإنساني كله. وبعدين ثالث قسم كيف الطريق إلى الطهارة. أولا الطهارة، النجاسة فشل كياني، فشل إنساني. بصوا، الطهارة فشل روحي، النجاسة مش عايز أقول كلمة النجاسة، النجاسة فشل روحي، النجاسة فشل ذهني، النجاسة فشل نفسي، النجاسة فشل صحي، النجاسة فشل اجتماعي. خمس حاجات. وده الانسان كله بقى. ايه الانسان؟ روح بتصلي، ذهن بيفكر، نفس بتشعر وتنفعل، جسد بيتحرك على الارض، علاقات اجتماعية. مش هو ده الانسان؟ ادهم معاني تاني عشان انا نفسي ما تنسوش الخمس نقط دول عشان ناخدهم واحدة واحدة. ايه هو الانسان؟ روح، مش كده؟ زائد عقل، زائد نفس اللي هي بتسميها القلب، المشاعر، الانفعالات، زائد جسد. قولهم تاني. روح، عقل، نفس، جسد، علاقات. كمان مرة عشان لو احنا خدنا بالنا من دول هنبقى ماشيين في الخط الصح. روح، عقل، نفس، جسد، علاقات. روح معروف اللي هي بنتصل بيها بالله. عقل اللي هو بنفكر بيه. نفس اللي بنحس بيها. جسد اللي بنتحرك بيه. علاقات اللي هي الزاوية الاجتماعية. واضح؟ هو ده الكيان الإنساني. تعالوا نشوف النجاسة بتعمل فيه ايه والطهارة بتعمل فيه ايه الكيان الانساني ده. النجاسة في الاول بتدي فشل روحي، لان الانسان لما بيكون عايش في حياة النجاسة معقول يكون فيه شركة بينه وبين ربنا؟ لما هو عايش في النجاسة ورافض ربنا يبقى روحه هيحصل لها ايه بعد شوية؟ تضمر وتكش وتنكمش من سوء الاستخدام او من عدم الاستخدام. تقول له صلي يكسف يصلي، اقرا الانجيل ما يقدرش يقرا الانجيل، كل يوم لما يقرا الانجيل يلاقيه عمال يقول له اهربوا من الزنا اهربوا من الزنا، هو ما بيعملش كده. تقول له تعال اجتماع الشباب، فاكر انا واحد زمان كان يقول لي كده، اقول له مش تيجي اجتماع الشباب، يقول لي بصراحة لو جيت هتوب وانا مش عايز اتوب. ده يعني راجل ايه
وانتهى الصراحة اللي في الدنيا. يجي ليه؟ يجي ليه؟ هو مش عايز يتوب. قال لي لو جيت هتوب. وانا ايه؟ الراجل جابها على بلاطة كده. فروحه ده بيحصل لها ايه بقى؟ ضمور. لا صلاة ولا انجيل ولا اعتراف ولا مناولة ولا قراءة روحية ولا اجتماعات روحية. الشيء الطبيعي ان روحه تضمر، يحصل لها فشل. مش اسمعوا على الفشل الكلوي. ايه الفشل الكلوي؟ الكلية المفروض شغلتها تاخد السموم اللي داخله للجسم وتطلعها في البول. مصفى، جهاز الهي عجيب شغلته يمتص السموم من الاكل ومن الحاجات اللي بناخدها ويطردها خارج الجسم في البول. اول ما الكليه دي تفشل يحصل ايه على طول؟ السموم يحصل لها ايه؟ تتركز في الجسم والانسان ده يموت. عشان كده لو تاخدوا بالكم تلاقوهم بيعملوا لهم عمليات ايه؟ غسيل كلوي. يعني معناها ايه؟ بيشفطوا السموم ويطردوها. كليه يعني زي تقول كليه جانبيه كده، تنضف لهم الدم بتاعهم من السموم. النجاسه السموم بتعمل فشل روحي وتخلي الانسان مفصول عن ربنا، عايش في ظلم. نمره اتنين بتعمل فشل ذهني. ليه بقى؟ واحد مخه كله في الخطيه، مخه كله في النجاسه، مخه كله بيخطط ازاي يعمل دي، ازاي يعمل دي، ازاي يعمل دي. هل ده فاضي يذاكر؟ يذاكر وهو ايه؟ مشتت الذهن. ويمكن انتوا بتلاحظوا كشباب، ممكن شاب واحد يديله روايه وحشه او كتاب وحش، تبص تلاقيه راح فاتح الكتاب الوحش جوه الكتاب ايه؟ المدرسي. اول ما يجي ماما تخش يروح قافل. بتعمل ايه يا حبيبي؟ رياضه يا ماما. بحل مسائل يا ماما. يروح كفيه كده على وشه تقول له ربنا يقويك يا حبيبي، ده انت ان شاء الله هتاخد 101 من 100، يعني انت يعني بتوع المستوى الرفيع وبتاع. لا طبعا يا ماما. ولو ان هو من اللي بيتخذوا شعار، قريته مره الشباب كانوا كاتبين. مره رحت اجتماع فلقيت الشباب كاتبين على السبوره كده ورايا: الثانويه العامه زي الجبنه، كل ما تقدم تحلو. في واحد شعاره كده. مين اللي يبقى شعاره كده؟ اللي مخه مشتت مش بيذاكر. مخه مشتت مش بيذاكر باستمرار. لو قعد مع اصحابه يذاكروا، ها، اول ما يقعد مع اصحابه يذاكر يروحوا كافيين الكتاب كده وهاتك يا رغي في احاديث وحشة، وانا عملت وانا عملت وانا رحت وانا شفت فلانة وانا مش عارف ايه، والتاني يحكي له كلها قصص عاد كده. ويقعدوا بقى كل واحد ويتكلم، تقول له ذاكر يا ابني، يقول لك ما احنا بنذاكر اهو. ذهنه ايه؟ فشل. نتيجة انه مفيش تركيز، مفيش صفاء، مفيش انتاجية. الذهن ده مكنة عشان تنتج لازم لها صيانة ولازم لها تنظيف ولازم لها تطمن على التيار اللي داخل والتيار اللي طالع والصواميل والتروس وكل حاجة. لازم يكون فيه ذهن نشط صافي مركز منتج مبدع خلاق، وده مش ممكن مع النجاسة، يستحيل. انا مش بقول وعظة دلوقتي، انا بقول لكم اللي بيحصل. فتبص تلاقي اللي عايش في النجاسة مخه ملخبط. ثلاثة، احنا قلنا روح وعقل وايه؟ نفس. نفسيته كمان تلاقيها مش مظبوطة. ليه؟ فيها شهوات ثائرة. لو طلعها مشكلة، لأنه بيعمل غلط قدام ربنا ضميره يتعب، قدام البيت
شخصيته تتعب ويقولوا له انت ايه اللي بتعمله ده قدام اصحابه قدام المجتمع، تلاقي ايه لو طلع الشهوات الوحشة يبقى موضع انتقاد من الكثيرين، ولو كبتها يحصل له ايه كبت، ففي مشكلة. قادرين تتصوروها؟ واحد عنده شهوات وحشة عمال كل يوم بتتولد وتتكاثر كالاميبا بتزيد، لو طلعها مشكلة ولو خلاها برضو ايه مشكلة، فنفسيته تعبانة. اما انه خدوا بالكم يسلك بطريق الاباحية، واما انه يسلك بطريق الكبت، وكلاهما مضر. قادرين تتصوروا ولا لا؟ هو عنده شهوات فابتدى يبقى يمشي في سكة الاباحية، يعني ايه؟ واقف على الناصية، كل اللي رايح واللي جاي يرمي عليه كلام، ايه اصحابه يقولوا تعالى نروح حتة فلانية ماشي، نتكلم في الموضوع فلاني ماشي، ننكت النكت الفلانية ماشي، نشوف الفيلم ماشي، كله عنده ايه ماشي. فتبص تلاقيه بعد شوية حاسس انه انسان اتبهدل، ملوش قوام، نفسيته اتبهدلت، لانه باستمرار عايش في احساس انه انسان مفكك متفسخ، لوس بالانجليزي LOOSE، لوس. حتى كلمة لوس، شوف التعبير نفسه، غير مثلا كلمة strong، تلاقي حتى في الايقاع بتاع الكلمة ده بقى لوس، يعني ده يجيبه كده وده يجيبه كده، وشخصيته ايه؟ بتبقى شخصية متفسخة وضائعة وتافهة، ده لو مشي في الاباحية. هل انت لو شاب اباحي كده وعرفوه في الكنيسة ولا عرفوه في الحارة في الشارع في العمارة ان ولد كده منحرف ولمؤاخذة يعني يقول لك منحل، ما هي لوس يعني كده مفكك، تيجي تمشي معاه على طول في البيت يقولوا لك ايه؟ ما لقيتش غير الواد ده تمشي معاه، ده ولد وحش. فالاباحيه تخلي نفسيته تعبانه، والكبت تخلي نفسيته تعبانه برضه. ليه؟ عمال يكبت هذه الشهوات جوه نفسه، فتبص تلاقيه عايش تحت ضغط متوتر، تيجي تحكله كده يروح فائر، تيجي تكلمه ينفجر. ليه؟ لانه من جوه عايش في تنشن، عايش في توتر، مش عارف يتصرف الشهوات دي ازاي، كان نفسه يطلعها بس خايف من المجتمع وخايف من البيت وخايف من ربنا وخايف من ابونا وخايف من الكنيسة وخايف من زمايله في الكنيسة يقولوا عليه ولد وحش، فاعمل ايه؟ اكبت. او ده نفسيته مرتاحة؟ لا، الروح فشلت، العقل فشل، النفس كمان ايه فشلت، ما بين الاباحية والكبت الاثنين سكتين وحشين. طب تقولي طب الجسم الصحة نمرة 4، اقول لك برضو بيفشل. تقولي ازاي؟ اقول لك بحاجتين برضو، معلش ركزوا معايا عشان يمكن النقط تبقى كتيرة شوية، بس ركزوا معايا ده موضوع مهم. الجسم بيفشل في اتجاهين، طاقة تستنزف وأمراض تكتسب. طاقة إيه؟ تستنزف وأمراض تكتسب، شقين. العايش في النجاسة طاقته بتروح، لأن هذه الإفرازات وهذه الهرمونات وهذه الممارسات لها جهد، لدرجة ان فعلا ناس بعيد عنك يكون عنده القلب ولا بتاع يقولوا له بلاش جواز. ليه؟ حاسين الجواز فيه جهد عليه، لان هذه الممارسات كلها فيها جهد، طاقة بتستنزف، دم بيسيل. تقول لي ازاي ده مش ده؟ اقول لك لا، ما هو الدم بيشترك في تكوين هذه السوائل، فانت بتستنزف، عامل زي واحد جرح نفسه وساب الجرح ايه عمال يشر، طاقة تستنزف. نمرة 2، امراض تكتسب.
كتر الممارسات في الجنسين تعمل التهابات موضعية، تعمل التهابات موضعية تضعف من هذه الأجهزة المقدسة الطاهرة وتجعلها يعني أضعف من ما كانت. زي أي حاجة في الدنيا ليها عمر افتراضي. اوعى تفتكر يعني الإنسان ده، ما هو برضو الجسم ده مادة فله عمر افتراضي. يعني لو أنت أجهدت هذه الأجهزة مئات المرات آلاف المرات 100% هتتعب ويحصل لها التهابات معينة مزمنة ممكن أن تؤثر في الطاقة الجنسية للرجل وتؤثر أيضا في التهابات موضعية في الأنثى، وفي الحالتين يبقوا مش سعدة لأن يحس الواحد أنه مش بقوته الأصلية اللي ربنا خلقه عليها لأنه دخل في التهابات. وممكن أخطر من التهابات الأمراض المعدية، ويمكن قلت لبعضكم إن الإيدز وصل إلى مصر، الإيدز موجود في مصر وفي عدد من اللي بيسموهم كاريرز حامل الميكروب، وعارفين انتوا هذا الميكروب اللعين نقدر نقول عليه كده لانه فظيع جدا. لغاية النهاردة صرفوا عليه حوالي مليار دولار مش قادرين يخلصوا منه، مش عارفين يموتوه. يعني بيقدروا دلوقتي يصلوه ويقدروا يشوفوه تحت ميكروسكوبات الكترونية على مستوى عالي، لكن مش قادرين يموتوه زي مثلا ميكروب البنسلين ما بنقدر نموته، او بقية الميكروبات المختلفة بنقدر نحط عليها مضادات حيوية وفي الاخر ايه نعرف انه مات، نقول بس قدرنا عليه. ده ما حدش قادر عليه لسه. يصيب جهاز المناعة في الانسان فيصير الانسان كحديقة بلا ايه اسوار، كل من هب ودب يخش فيها يبهدلها، وهكذا تنتهي حياة الانسان مع هذا المرض اللعين. الإيدز موجود في مصر، خدوا بالكم وقولوا لإخواتكم اللي عايشين في سكة النجاسة إياكم والإيدز، لأنه حكم بالإعدام البطيء، إعدام جسدي وأدبي. لأن أنت لو قالوا لك فلان ده عنده إيدز تخاف تسلم عليه كده ولا لأ؟ النهاردة في أمريكا الممرضات أضربوا عن خدمة مرضى الإيدز، والدكاترة بيبعدوا عن مرضى الإيدز، ولما يخش يكشف على حد فيهم يقعد يلبس جوانتيات ومعقمات وتطهير وشغلانة ويبقى مرعوب، لأنه بينتقل مش بس عن طريق الممارسات النجاسة ولكن أيضا عن طريق أي خدش صغير، أي خدش صغير في الجسم، اي حقنة نقل دم غلط. واخدين بالكم؟ فبقول كده عشان فعلا عايز احذركم منه، ان الممارسات الرديئة دي بتجيب مرض الايدز ده. وانا يعني الواحد متابع كان نفسه مصر ما يبقاش فيها، لكن ربنا جابه عشان خاطر ايه، عشان كل واحد يلزم حدوده مظبوط وما يخشش في هذه الممارسات النجسة المدمرة. في امراض اخرى بتسمعوا عنها ابتدى بتتعالج زي الزهري وزي السيلان وزي غيره، بيبقى امراض جلدية، ممكن الزهري ده بيوصل للمستويات وحشة قوي لكن الوقت قدروا يتحكموا فيه، والسيلان ده شوية قدروا يتحكموا فيه، ان يحصل التهاب بحيث ان يبقى فيه صديد نازل من البول على طول على طول على طول، وطبعا ده يدمر بالنسبة للرجل الحيوانات المنوية بتاعته ويخليه غير قادر على الانجاب. ليه طيب؟ ما بلاش منها، بس كده بلاش من النجاسة، لان النجاسة اما ان تستنزف طاقتك او ان تكسبك الامراض. اوعى تفتكروا المسيح لما بيقول عيشوا بالطهارة عايز يغيظنا ولا عايز يقيدنا،
ولا عايز يعكسنا، ده بيحبنا، بيقول لك ابعد عن سكة النجاسة لان ما فيش حاجة حلوة ابدا، روحك هتفشل ما تعرفش تكلم ربنا، عقلك هيفشل ما تعرفش تذاكر وتنتج وتبدع، نفسك هتفشل يا اما بالكبت يا اما بالاباحة، وجسمك برضو بعد الشر هيفشل اما باستنزاف الطاقة او باكتساب الامراض، وبعدين اجتماعياتك ده البند نمرة 5 هتفشل برضو، لان انا لما اقولك على فلان ده انه انسان مش نظيف ما تدخلوش بيتك، مش هتدخله بيتك، تخاف منه. لما يكون مثلا صديق ليك في الشغل وتعرف انه انسان مش امين وانسان يعني عايش سكة النجاسة، تخليه يزور بيتك ويخش يتصاحب عليك وعلى مراتك وعلى اولادك وبتاع، تخاف منه على طول. لو قلت لك على واحد انه ماشي في سكة النجاسة واقول لك خش معاه في شركة شغل، تقول لي يا عمي لا، ما هو اللي بيزني يكذب واللي يكذب يسرق، لا 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 لا، هات لي واحد من ولاد ربنا. انا كنت قريب بقيت تليفون جاي لي، فلان الفلاني عايز يقابلك، جاي يعمل مشروع في مصر. انا طبعا بخاف، انا مش عارف مين ده، يعني انا صادق ولا مش صادق. بعدين اديته معاد وجي قابلني فقال لي انا جاي لك من طرف غبطة البطريرك فلان، طبعا ده ابونا وحبيبنا في بلد عربية تانية. قال لي هو قال لي اذا كنت رايح تعمل مشروع في مصر روح على فلان عشان يديلك شباب من ولاد ربنا هو عارفهم ومطمن لهم يشتغلوا معاك بدل ما تقع مع ناس وحشين. شيء طبيعي. انا على طول رحت مسلمه لبعض الخدام وقلت له دول موضع ثقتي اللي يقولوا لك عليه امشي فيه على طول. فطبعا العلاقات الاجتماعية هتيجي لو انت عايش في حياة الطهارة، وهتنفض عنك لو انت بعيد عن حياة الطهارة. دول الخمس حاجات اللي بيفشلوا نتيجة النجاسة. قولهم تاني: الروح، العقل، النفس، الجسد، العلاقة. كمان مرة عشان انا عايز تحفظهم: الروح، العقل، النفس، الجسد. الروح مش هتقدر تصلي، العقل مش هيقدر ينتج، النفس يا اما فيها اباحة يا اما فيها كبت، الجسد يا اما فيه استنزاف طاقة يا امراض، العلاقات هتفشل الاجتماعية نتيجة عدم الثقة. العكس بتاعهم، يعني انا هعمل كده اروح قالب الصورة اقول طب والطهارة، اقول لك نفس الخمس حاجات بس بالنجاح. نجاح روحي، الانسان الطاهر العفيف روحه تبقى ايه؟ نجح، متصل بربنا، انجيلك مفتوح، قلبك متصل بربنا، اجبيتك منتظم عليها بنعمة ربنا، تعترف بانتظام اشكر الله، بتتناول كتير اشكر الله، انت شماس في الكنيسة ايوة، انت خادمة في مارس احد ايوة، ان شاء الله انا دخلت اعداد خدمة، بتحضروا الاجتماع بانتظام طبعا انا اقدر اسيب بيت ربنا. فتبص تلاقي انسان ايه؟ روحه ناجح، عقله ناجح طبعا، مركز، واحد مركز ذهنه صافي، منتج، مبدع، خلاق، مبتكر، قراء، مثقف، يذاكر دروسه كويس ويبقى عنده وقت زيادة عشان يقرأ حاجات تانية روحية او ثقافية عامة، ذهنه يبقى ذهن حلو. نفسه تقول لي اه دي بقى تحصل فيه ايه؟ اقول لك حاجة يعني بمنتهى البساطة، احنا اتفقنا ان في الانسان فيه شهوات وباب، مش كده؟ شهوات، اتصوروا معايا الشهوات دي كده في مثلا في يعني اوضة زي كده وليها باب. قلنا يا اما الاباحية ان الشهوات كل ما تتكون الباب ايه؟ مفتوح. والكبت الشهوات كل ما تتكون الباب ايه؟ بزيده ترابيس، بزيده ترابيس، بزيده ترابيس عشان خاطر ايه؟ الشهوات ما تطلعش. تقولي طب ومن ربنا هيعمل ايه؟ اقول لك كل حاجة، كل اللي هيعمله ربنا انه من الاساس منبع الشهوات الشريرة ده اللي جواك ربنا يعني ايه يسد ويخليه ضئيل جدا،
يعني الأنبوبة اللي بتدخل شهوات شريرة تبقى ضئيلة جدا، وبعدين الأنبوبة اللي تدخل شهوات مقدسة تلاقيها واسعة وكبيرة جدا. فتبص تلاقي الشاب ده شهواته الشريرة بقت قد كده صغيرة، وشهواته المقدسة بقت ايه مالية الأوضة. عايز ايه؟ عايز اتعلم ألحان. عايز ايه؟ عايز احفظ مزامير عشان محتاجش الأجبية. عايز ايه؟ نفسي اتعلم لغة قبطية. عايز ايه؟ نفسي اخدم معاكم يا ابونا، ممكن تدخلوني فصل اعداد خدام. عايز ايه؟ عايز اعمل اي حاجة في الكنيسة، احس ان انا عضو حي، ان شاء الله انظف الكراسي او اعمل اي حاجة واي نشاط في الكنيسة. تلاقي كل شهواته مقدسة. الشهوات المقدسة دي يفتحوا لها الباب ولا لا؟ يفتح الباب. بقى في كابت دلوقتي مفيش، الشهوات المقدسة طالعة، والشهوات الوحشة متركنة كده ايه في حتة كورنر كده، اول ما تفكر تتسحب ناحية الباب هس خش جوه. ما انا بقى ارادة قوية بالمسيح بقى، ومفيش كابت لانها ضعيفة جدا، مش عاملة لي اي ضغط ولا اي تنشن. كل الشهوات مقدسة بنعمة ربنا، والشهوات النجسة صغيرة جدا وضعيفة جدا وتافهة جدا، مركونة في كورنر كده. يسميها الارشدياكون رمسيس نجيب شيطان تحت المخدة. يعني لما الواحد ينام ويكسل ويقعد بقى مش عارف يعمل ايه، يبتدي الشيطان يطلع له حتة فكرة من تحت المخدة بتاع، يروح رشم الصليب وبتاع، وقعد صلي صلاة النوم وسامحني يا رب، او يمسك كتاب يقعد يقرأ فيه وبتاع. شهوات تافهة ضعيفة جدا تبقى مروضة. ده لا عنده اباحة ولا عنده كبت، صح ولا لا؟ عنده ايه؟ عنده سلام نفسي. اباحية يعني شهوات وحشة طلع بره، ما عندوش هو كبت، شهوات وحشة مكبوتة جوه وتحت ضغط رهيب، لا ما فيش دي، في شهوات مقدسة. طب والشهوات الوحشة موجودة بس حاجة خفيفة كده مرمية كده في الكورنر بتاع النفس الإنسانية، والإنسان في منتهى السلام مع ربنا، لأنه بقوة الإرادة وبالنعمة الإلهية قادر أن يحبس هذه الشهوات ويتجاهلها ويضغط عليها ويروضها ويتخلص منها بسهولة. فالنفس فيها سلام نفسي، الجسد زي الفل، ما انت هتحافظ على طاقتك بقى ولا تاخدش اي امراض. العلاقات الاجتماعية برضو ايه زي الفل، لان الشاب الطاهر موضع ثقة الكل، والشابة الطاهرة موضع ثقة الكل. حتى في الجواز كده، اما يجي شاب يتجوز بيدور على ايه؟ اطهر بنت. والبنت لما تيجي تتجوز لو قالوا لها على الواد ده واد مش مؤدب وطول عمره داير يلف كده وكده، هتخاف منه، ما ترضاش تقبله عريس ليها. فالطهارة مكسب في كله، مكسب لروحك، مكسب لعقلك، مكسب لنفسك، مكسب لجسمك، مكسب لعلاقاتك الاجتماعية، مكسب في كل الزوايا. لهذا قلت النجاسة فشل لكل الكيان الإنساني، والطهارة إيه؟ مكسب لكل إيه؟ الكيان الإنساني. يتبقى ما هو الطريق إلى الطهارة؟ ودي أربع كلمات صغيرين أنا ما بحبش أغيرهم لأني بحب نحفظهم فعلا، أقصد يعني أربع مبادئ أحب تحفظوهم مهما كررتهم مش هغيرهم. اشبع بربنا، تحفظ لحواسك وعلاقاتك، قاوم قدر استطاعتك، إذا سقطت لا تيأس. بس هقولهم تاني، انا قربت اخلص. نمرة واحد ايه بقى؟ اشبع بربنا، نمرة اتنين تحفظ لايه بقى؟ حواسك وايه؟ لا قولوا معايا، وعلاقاتك. تلاتة ايه؟
قاوم قدر استطاعتك. أربعة إذا سقطت فلا تيأس. دي وصفة بسيطة قوي، لكن تعالوا كده نبص لها بسرعة. اشبع بربنا، لأن النفس الشبعانة عارفينها تدوس ايه؟ لا انا عايزكم كلكم تقولوها، النفس الشبعانة تدوس العسل. تاني، النفس الشبعانة تدوس، انما النفس الجعانة يقول لك وللنفس الجائعة كل مر حلو. ما هي جعانة فأي حاجة إن شاء الله تيجي تدي لها حاجة مررة، حاجة مشطشطة، حاجة يقول لك أنا جعان يأكل أي حاجة. اشبع بربنا، اشبعي بربنا في صلاتك، في إنجيلك، في الأسرار الكنسية المقدسة اشبع بربنا، في الخدمة اشبع بربنا، في الاجتماعات اشبع بربنا، في القراءات الروحية اشبع بربنا. اشبع لما تشبع لكل، يعني النفس الشبعانة دي تعمل ايه بقى؟ تدوس العسل. اشبع، وعلى فكرة اشبع بربنا مش معناها تبقى راهب ولا كاهن ولا ابنا. اشبع بربنا معناها اشبع بالروحيات، وايضا انشغل بامور مقدسة. خليك انسان شبعان، مشغول، مليان، مش حياتك من جوه فاضية. ما هو لو قلت لك اشبع بربنا روحيا بس، طب ماشي، حصل لي قد ايه؟ حقر الانجيل قد ايه؟ ساعة في اليوم؟ يعني يوم ما تبقى شاطر قوي تاخد لك ساعة في اليوم. طب وباقي الساعات عندك مذاكرة، عندك هواية، عندك رياضة، عندك اي عمل بناء، روح اعمله. اشبع، خلي حياتك حياة شبعانة، حياة مشغولة، حياة مليئة، ما فيهاش فراغ ولا فيهاش سطحية وتفاهة. خليها حياة مليئة وشبعانة بربنا وبالأعمال البناء. اتنين، تحفظ في حواسك. و ايه يعني حضرتك شبعت بربنا؟ اعترفت، اتناولت، حضرت الاجتماع النهاردة وروحت البيت، ها؟ كان عندك فكرة عن مجلة عندك فيها صور وحشة رحت مطلعها، طب ما انت هتتعب. او رحت عديت على واحد صاحبك قاعد يتكلم في حاجات نجسة، طب ما انت ايه؟ هتتعب. عشان كده بقولك تحفظ في ايه بقى؟ حواسك وايه؟ وعلاقات. تلاتة، ايوه شبعت، وايوه خدت بالي من حواسي ومن علاقاتي، ده مش معناها الخطيئة هتسيبك، هتيجي تهاجمك. الشيطان هيجيب لك فكرة، هيجيب لك صورة، تفتح مجالة تلاقي صورة حاجة زي كده. هنا بقى قاوم ايه بقى؟ قدر استطاعتك. مش لما يجي الشيطان يعرض لك حاجة تروح واقع على طول، ده يعني بقى، يعني بقى مش جندي، ده يبقى عامل زي الجيش العراقي، عارفينه؟ غصب عنهم كانوا العيال جعانين ومفيش اي غطاء جوي، وعارفين ان الامريكان عندهم قوة رهيبة، وديك هرماهم وسابهم. اول ما جم الامريكان يهاجموهم عملوا ايه؟ رفعوا الراية البيضة على طول، بقوا يروحوا للجيوش ويقولوا لهم اكلونا وخدونا، اكلونا اسبونا عشان هنموت من الجوع. ده ايه بقى؟ ده الجندي الجعان. لكن الجندي الشبعان بربنا يجي الشيطان يهاجمه يقدر ان هو ايه؟ يصمد ويقاوم. تقول يعني هينتصر 100%؟ اقول لك ينتصر كتير وينهزم قليل. تقول لي طب واذا انهزم؟ اقول لك اذا سقطت فلا ايه؟ تيأس. بترجع لابوك الروحي تاني، ترجع ربنا يسوع المسيح تاني في روح التوبة، ترجع لشبعك الروحي تاني، وتبتدي تشوف من اين سقطت وايه، وتتوب، وهكذا تكون حياتك حياة ظافرة بنعمة المسيح. اشبع، تحفظ، قاوم، لا تيأس. قولوهم يلا. اشبع، تحفظ، قاوم.
لو من الاساس ما شبعتش يبقى واقع واقع، لو شبعت لكن سبت نفسك واقع واقع، لو شبعت وتحفظت وكل حاجة جيش الشيطان عرض عليك حاجة فروحت مسلم ديك وقع. على كل اذا سقطت فلا ايه تيأس، لان الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. احباء الشباب ركزوا معايا، انا هعدهم بس. النجاسة فشل روحي، فشل عقلي، فشل نفسي، فشل جسمي، فشل علاقات. الطهارة نجاح في كل الخمسة، الروح والعقل والجسم والنفس والجسم والعلاقات. طب ازاي بقى المبادئ بتاعت حياة الطهارة؟ واحد اشبع، اثنين تحفظ، ثلاثة قاوم، أربعة لا تيأس. الله يعطيكم هذه الحياة السعيدة القوية المفرحة، فالطهارة مكسب لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين. لربنا المجد الدائم إلى الأبد.